شددت وزارة التخطيط على التزامها بتنفيذ خطة التنمية الخمسية ومنح القطاع الخاص دوره المناسب في تحقيق النمو الاقتصادي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن الوزارة تبنت خططا استراتيجية لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في إطار تنفيذ التوجه الحكومي لدعمه بوصفه شريكا تنمويا للعديد من القطاعات الاقتصادية، مبينا أن الوزارة خصصت ما نسبته 40% للقطاع الخاص من حجم الاستثمارات التي سيشهدها العراق خلال السنوات المقبلة. وبموجب خطة الوزارة فإن مشاريع القطاع الخاص ستشمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، إضافة إلى المشاركة في أعمال إعمار المدن المحررة.